صباح الفل والنشاط والحيوية. صباح كل حاجة حلوة على صباح البلد. وجي معادنا مع الفقرة الرياضية. صباح الفل يا كوتش. الفقرة معنا الرياضية. كوتش حسام فرح بتقدم لازم طبعا فقرة السحر. صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح. صباح الفل يا كوتش. في مشكلة دايما بالنسبة للبنات انه احنا بنخاف نشيل ويتس او نتمرن بالاوزان. ايوه. فاحنا دايما بنلجأ للحاجات الستريتشز او بنلجأ للكارديو، الحاجات اللي ما فيهاش اوزان. بتحبوا اليوجا وبتحبوا الكارديو والجري. بالظبط كده بالظبط كده. احنا عايزين وده مهم على فكرة. بس ده صح ولا غلط؟ يعني الفكرة ان احنا نتمرن بالاوزان. هو ده تفكير موجود عندكم. وعلى فكرة عكس موجود عند الرجالة. يعني انتوا بتحبوا تعملوا كارديو كتير وبتخافوا تشيلوا اوزان علشان ممكن يكون دوت هيضخم لكم جسمكم. هو ده بالظبط. هو ده اللي الرجاله مش هيبقى شكلكم فاهمه ان بتقولوا انه يطلع بقى عضلاته ونبقى شبه الولاد. وفي نفس الوقت الرجاله بتقول انا مش عايز اعمل كارديو، انا عايز اشيل اوزان تقيله. احنا بنحب نشيل اوزان ونقلل المده اللي هنتمرن فيها. يعني عندي اشيل 1000 كيلو عده واحده ولا اني اعمل مثلا 10 كيلو 200 عده؟ فاهم قصدي؟ يبلغ ده عشان نبلغ. بس ده مش حقيقي بالنسبه للبنات بالذات. احنا الهرمونز عندكم مش هتسمح ان انتوا عضلاتكم تزيد بالشكل ده ابدا. وفي نفس الوقت في فرق ما بين الكارديو، انت بتتمرن تدريبات هوائيه وفي تدريبات لا هوائيه. التدريبات الهوائيه ديت اللي هي اللي بتشتغل على الكارديو والجهاز الدوري التنفسي دوت مهم جدا للقلب والجسم كله علشان تلوز كالوريز. ولكن مهم جدا جدا للرجاله وللستات ان هم يتمرنوا ريزيستنس تريننج بالاوزان. يعني كمان لو هنتكلم على الكارديو كمان مهم للولاد مش بس البنات. 100%. ما هو ده مهم لكل يعني الاطفال مهم لل يعني مع الويتس ومع العضلات ومع مهم الحاجات جداً دي لازم تقوية عضلات القلب كمان. الجزء بتاع الويت تريننج اللي البنات بتخاف منه فعليا هو من الحاجات المهمه جدا اللي بتزود الماسل تون اللي بتشكل الجسم بالشكل الفمل اللي هم عايزينه. في نفس الوقت بتعلي الميتابوليزم معدل سرعه معدل حرق الدهون. دكتوره فرح يا جماعه بتتكلم عن نفسي يا جماعه. ماشي. فبتعلي فعلا من معدل حرق السعرات الحراريه بيخليكي حتى وانت نايمه او وانت في الريست وانت قاعده مريحه ان في كالوريز بتتحرق منك مش بس وانت بتتمرني. جميل. فالنهارده هنبدا نعمل شويه حاجات كده يا فرح، يعني تمرينات مركزه على عضله مهمه جدا اللي هي عضله الكتف. من العضلات اللي بتفرق في شكل الجسم سواء الظهر يبقى مفرود او يبقى الجسم ممكن في ناس تبقى كتفها واقعه شويه، فاحنا هنصلح ده فهنعدل من البوستر وشكل الجسم. جميل. والتمارين دي البنات وولاد بدل الويتس ممكن ازيز ميه زي ما كنت بتقول. ازازه الميه ممكن على قد ما تقدر تحط فيها وزن، لو عايز ازازه الميه تحط فيها رمل وتوصل ل 5 كيلو اوزن. صحيح. جاهزين؟ تمام جاهزين. هنعمل دلوقتي الزوايا اكثر زوايا اللي موجوده للكتف. هنبدا باول عضله اللي هو تدريب اللي هو الرفرفه الجانبيه او اللاترال ريز. هنطلع الجنب لحد هنا 90 درجه. هراعي ان انا وانا شغال ان انا كوعي متني مش مفروض ومش متني قوي، هو انا بحاول ان هو فيه بند بس او سوفت بس هنا. وهنزل قدام رجلي تاني 1. والنفس ازاي يا كوتش؟ وانا بطلع لفوق هفضي النفس دايما، النفس بتاعي بطلعه وانا بعمل الحاجه المتعبه. فرح محتاجه تثني ركبتك شويه. ايوه. اسد بطني طبعا وفي الضحك وكل الحاجات والضحكه الجميله. عدتين كمان واحده. ثانك يو. التمرين اللي بعده تمام. هنحاول احنا طبعا في البيت نحاول نعمل دوت 15 عده 3 مرات. التمرين اللي بعده هيبقى الالترنيت فرونت ريز 1. ايدي مفقوده ولا ايوه مشنيه ثانيه صغيره قوي ثانيه صغيره 2 3 اند ريست. بنريح 30 ثانية وبنعملها مجموعتين كمان. التمرين الثالث هيبقى لعضلة الكتف الخلفية. فأنا هنزل تحت تانيين ركبتنا شوية. أيوه. ظهري مفروض إيدي قدام شوية هنا وهحاول أفتح إيدي لفوق 1 2 بصلح الفرح خلاص بقى بتعرف تعمل كل الحاجات. خلاص اتعلمت يا كوتش منك. اند ريست. اخر تمرين شولدر بريس. هطلع الوزن بتاعي من هنا. هستور ال 90 درجه. 90 درجه كده يعني 90 درجه كده واقفلين شويه 90 درجه ما بين كوعي وجسمي وما بين ايدي وايد والبايسبس. بس فردنا تمام يعني مش قافلينها شويه، احنا فاردين الكتف. هطلع لفوق 1 هنزل لل 90 درجه برضو 2 3 4
فريح. طبعا مهم جدا ان احنا بعد ما نخلص التمارين الزوايا الاساسيه دي هنبدا نعمل استرتشات. فعندي الاسترتش ده هحاول ان انا استنى هنا 30 ثانيه. الاسترتشز دي اهم حاجه قبل بعد التمرين. الحمد لله. التمارين الاسترتشز دي قبل ولا بعد؟ عندنا قبل التمرين بيبقى في عندنا حاجه اسمها الديناميك ستريتش، اللي هي نقدر نعمل ستريتش من الحركه او اطالات من الحركه. وبعد التمرين بنعمل حاجه اسمها ستاتيك ستريتش، اللي هو من الثبات اللي احنا بنعمله دلوقتي. حضراتكم هتحاولوا تعملوه 30 ثانيه على الاقل وتريحوا، واحنا هنكمل مع بعض. صباحكم زي الفل. صباح الفل.